الفرقاء وجميع الناس اللي كيشتغلوا في هذا الحق تكون عندهم واحد التواصل بيناتهم. ولهذا السيد المدير العام احمد والسيد بيرجان والسيد دوران نعم بالتنسيق مع السيد جمال طبعا معايا قرروا انهم قال لك علاش ما نعملوش احنا واحد اللقاء في المغرب باش يعني الناس اللي خدامين معنا الكليان ديالنا في المغرب والشركاء ديالنا اننا يعني نتقربوا بعضياتنا يعرفونا يعني فيس تو فيس وهذا الشيء مزيان لان الانسان واذا كتقرب عنده وتسمع له افضل من انك تصيفط له ايميل او تهضر معاه عن طريق الهاتف او عن طريق وسيط دونك بحال هذه يعني بحال هذه اللقاءات كيكونوا دائما كيعطيو الوقت ديالهم وان شاء الله كاين امسيه تكون حافله غنهضروا على البرنامج الجديد ديال بي تو بي برنامج جديد ان شاء الله السي رجال هو يكون يعطينا واحد اللوحه على هذا البرنامج وان شاء الله الامسيه تكون نتمنى انها تكون تنال الاعجاب ديالكم.